رجل الله السميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا في دار كرامته، إنه سميع مجيب. كما لا ننسى أن نشكر مضيفنا هذه الليلة الدكتور بريكان بن سعد الشلوي وجماعته، وكما لا ننسى أن نرفع آيات التهاني والتبركات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حفظهم الله بمناسبة عيد الوطن. يا الله يلي لك عبادك يهجعون سجدة صخا في ليلة خرمسية، يا منجي موسى من أفعال فرعون، ويا عالم بالبينة والخفية، عز الوطن وملوكنا اللي يحكمون على كتاب الله وسنة نبيه، وحب الوطن في قلوبنا شيء مضمون، ولولاتنا منا ولولاتنا بيعه بصدق وحميه، ترى الوطن في خير وانتم تعيشون، يا ملوكنا يا اهل العزوم القويه، يا خادم البيتين بالحق توفون، يا خادم البيتين بالحق توفون، وقادتك يا سيدي عالميه يا سي ترى الوطن في خير وانتم تعيشون، يا ملوكنا يا اهل العزوم القويه، يا خادم البيتين بالحق توفون، وقيادتك يا سيدي عالميه، ولي عهدك للامانات مومون، والشعب عنده كلهم بالسويه، ويا الله يلي بيد بتدبيرك الكون تحفظ بلاد الخير من كل سيئة، واحفظ جنود في المعارك يخوضون، يا رب تحفظهم سرية سرية، ويا الله يلي واحفظ جنود في المعارك يخوضون، يا رب تحفظهم سرية سرية، وسليم في خدمتك والأمرك يطيعون، عند الطلب بصفوفنا الأولية، وكل القبائل بالفعايل كل القبائل بالفعل ما يهنون، ما نجحد فعل الرجال القوية، ويا مضيفة الضيفان مشكور مليون دكتور، وأيضا لك فوف الندية، وسلامتكم. سلام.